لا تحكي، أنا وصلني الجو. إيه؟ اسمه مانو، حيوانك الأليف اسمه مانو. لا تحاول تكذبني أبداً، من وقت ما راحت أمك وأنت معصب طول الوقت. انسى. فيفان، هاد عنوانك بلندن مو هيك؟ شوف، طلع هون. بهاد اليوم بامي كابور تركتكم صح؟ راحت وتركتكم بعيد ميلادك، بس الشرطة عم تقول إنهن قتلت بعد أقل من 24 ساعة، لأن بريتو راحت على ملجأ أيتام بجلاندهار باليوم يلي بعده تماما. يمكن ما بتعرف هالشي إنه بامي كابور وأم رفيقتي بريتو كانوا رفقات كتير. الشرطة قالت بامي كابور ماتت، إيه بس أمّا لبريتو ما قالت هالشي أبدا. ولو كانت بامي كابور ميتة، مين الشخص يلي كان عم يبعت مصاري لبريتو لمدة 20 سنة باسم بامي كي؟ فيك تقلي يا ترى؟ شوف، شوف بعينك فيفان، شوف كل هدول الرسائل وهدول المستندات، فيهم كل المعلومات فيفان، بس ما عدا عنوان بامي كابور. بس أنا متأكدة عن قريب رح لاقي عنوانه وجيب لك إياه. بامي كابور، بامي كابور، بامي كابور، انتي جنيتي شي؟ فهميني كم مرة لازم قلك انه بامي كابور ميتة؟ قد ما حاولت تجيبي وثائق عنا ما رح ترجع تعيش، لك نحن في عنا دلائل واثباتات انه هي ميتة، وهالدلائل مزبوطة 100%. بكفي بقى فيفان، قلي انت هلأ بمين بدك توثق؟ قلي انت بأي كلام اقتنعت أكتر؟ انت قرر هالشي.